الجيش العربي السوري يعيدون الأمن والأمان إلى بلدة خناصر في ريف حلب. خناصر ترحب، وما كان لها هذا منذ أيام خلت، عندما كان الإرهاب يجثم بآثامه على صدرها وأبنائها. ظن الإرهابيون أنه ببعد مسافة هذه القرية عن محيطها قد يسهل عليهم أن يجعلوها وكرا لإرهابهم، فاقتحموا أرضها وأمان سكانها، فغادرت الحياة عن القرية مكرهة كأهلها. استباح الإرهاب جدرانها بأوزار عقول مجرميه قبل أيديهم، واستباحوا شوارعها بعبوات حقدهم، واستبدلوا حصاد الزرع بحصاد أرواح الأبرياء، فباتت منازلها ومدارسها كما كانت قبل أن تدب بها الحياة. ولكن قد يكون الإرهاب استطاع أن يسقط حجارتها، ولكنه أعجز عن إسقاط كلمة الحق من صدور أبنائها الذين هجروا منها إلى قرى مجاورة. أنا لمن أشوفهم تقول شايف الطاعين قدامي، حس أنا ما أسلم عليهم. لمن جاء الجيش السوري الله يحييكم ومرحبا والله يحميكم والله ينصركم، هذا اللي عارفه. أفديه بروحي ودمي، أفديه بروحي ودمي، أفديه بروحي ودمي بشار. نفديه برواحنا، هو اللي أبونا وهو أخونا وهو عمنا. دخول الجيش عاد الأمان والأمن والسلام، وارتحنا يعني بالوضع هذا، وكنا مهجرين يعني بدخول المسلحين في الجبال وبالضياع، ووقت اللي عاد الأمن والأمان رجعنا على بيوتنا. نشكيهم لله، بس نحن جماعة فقراء، إيش بدنا نسوي لهم؟ أنتوا أصحاب أرض وأصحاب بلد. قبلوا الدوشكة علينا. كمشت لك مشان الله، لك عندي بنت ابني، بنتي جايبة 3 أولاد، ولك ايه حرام عليك، ما عدني غير هالدار، سيف لهالدار، لا تضرب، لك حرام عليك. قبل الدوش قالوا للصبي هذا، قالوا اضرب، جت امه مرتي قالت لك عيب، لك عدها لالله لا اضرب، وصار يضربه بالفشك. عاد الأمن والأمان إلى خناصر بفضل الجيش العربي السوري الذي قضى على الإرهابيين في القرية، ولم يبقى لها سوى عودة أهلها وأبنائها. فخناصر اليوم بأبنائها وجيشها باتت قادرة على الترحيب بعد أن نزعت عنها أغلال الإرهاب، وشرع الجيش العربي السوري أبوابها قائلا لأبنائها: ادخلوا خناصر إن شاء الله آمنين. وفي